باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إبراكسيس الإصحاح السادس من سفر أعمال الرسل، اختيار الشمامسة ووجه الملاك. في تلك الأيام تكاثر التلاميذ، ولكن حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، اليهود اللي كانوا جايين من الأمم ودخلوا إلى الإيمان بالسيد المسيح، ابتدوا يتذمروا وكانوا بيظنوا أن اليهود من أصل عبراني بيلتفتوا إلى خدمة الأرامل وبيلتفتوا إلى خدمة الكبار بتوعهم عن المسيحيين اللي قبلوا الإيمان من الأمم. ونتيجة لهذا التذمر دعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. قال التلاميذ إحنا ملتفتين إلى الصلاة وملتفتين أيضاً إلى خدمة الكلمة، علشان كده خدوا قرار إن هم يختاروا إقامة سبعة من الشمامسة يكون ليهم هذه الخدمة، أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور وأحضروا استفانوس رجلاً مملوءاً من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيكولاوس دخيلاً أنطاقياً، فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي واختاروا السبع شمامسة علشان تكون دي خدمتهم، يقدموا خدمة للناس. وكان نتيجة لده إن كلمة الله كانت تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جداً في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وفي الوقت ده كل الناس اللي كانت بتآمن بالسيد المسيح وتدخل إلى الإيمان يلقبوا باسم التلاميذ. ولكن أمام هذا العمل العظيم وأمام هذه القوة، وأما استفانوس فإذ كان مملوء إيماناً وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وأمام هذه العجائب والعظائم التي كان يفعلها القديس استفانوس صار جداً ناس من اليهود من المجمع، نهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبراتينيين والقيروانيين ومن الذين من كيليكيا وأسيا يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، فقرروا أن يشهدوا عليه شهادة زور أنه بيتكلم على موسى علشان يسقوا إلى المحاكمة. عاوز أقف معاك على الآية الجميلة اللي اتقالت عن القديس استفانوس قبل ما يشهدوا عنه بالزور. قال في الآية ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. ربنا النهاردة بيقول لك روح ربنا الساكن فيك، الروح القدس يعطيك حكمة في حياتك، يعطيك حكمة في تعاملاتك، يعطيك حكمة أيضا في كلامك. اشعل روح ربنا فيك، يعطيك الله حكمة ونمو وقوة بحسب كل وعوده اللي وعد بيها من خلال سفر أعمال الرسل. لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.